بداية حياتي طفلة عادية تحب دائما انه تكون مدللة، لان انا عندي بس اخت وحدة، فدائما احب انه تصير تفرق بيناتنا، يعني احب تزين اليه بالالعاب بالاشياء، واهلي مدلليني وعندي اخواني ثلاثة، بس احنا يعني على قد حالنا، يعني مو ديك الحالة الزينة. ابوي يشتغل كاسب واخواني هماتين، احنا مو من بغداد، من غير محافظة. بديت يعني بالمدرسة زينة، بس أحب أتفوق على أختي، أحب يعني إحنا منافسة بيني وبين أختي، وأمي ما ترفض لنا طلب، وهذا الشيء عودتنا عليه. طلعت الابتدائية طبعا، دخلت المتوسطة بدأت يبرز شكلي أكثر، بديت أهتم بنفسي أكثر، بديت مو مثل البنات، يعني أنا طموحي غير شيء، إنه أريد أتعرف على شخص، أريد أحب، لانه دائما اسمع امي زوجة ابويا عن طريق يعني علاقه بيناتهم، فكنت دائما افضل انه اني راح اتزوج عن حب. بس من انا صغير، يعني من الاول متوسط، بديت هاي الفكره عندي، وكنت دائما من المدرسه اسال البنات انت امك شلون تزوج امك. داخل العائله الواحده يوجد مثل مزاجيات معينه من الابناء والبنات، ممكن شخص عنده أنانية، ممكن شخص عصبي، ممكن شخص مستغل، ممكن، فالأهل لازم يلاحظون هاي الصفات اللي موجودة به. هم أكو أهل بدل ما يحاولون يتغلبون على هاي الصفات السلبية، بالعكس يغذونها عند الشخص. مثلا إذا كان شخص أناني يريد كل شيء له، الاهتمام إلى المحبة إلى أي شيء يجيبوه لازم هو أول واحد يأخذ هذا الشيء، فيتعود على هاي. الأهل يعتبرون مسألة طبيعية أنه أنا الشيء اللي يريد أنطيت هي وخلصت من عنده، وما يفكر بنفسيات الأولاد الآخرين، ممكن يضايق من يشوف هذا التعامل أو هذا التميز بالتعامل من أخوه أو أخته، فراح تولد نوع من الغيرة أو الكره أو الأمور اللي يعني مثل ما يقولون تتغذى بداخل هذا الشخص إلى أن يكبر، تأثر على علاقتهم بالمستقبل، لكن الأهل ما ينتبهون لهاي الأمور. نجحت من أول متوسط، بالثاني كان كلش صعب علي، أختي تفوقت علي، يعني ظليت أرسم بالثاني، أختي عبرتني وأنا بعني بالثاني، فقلت لأهلي وقلت لأمي، يعني أمي قلت لك ما تسترفضن شيء، فقلت لها أنا راح أقعد بالبيت، راح أبطل ما أكمل، ما قالت شيء. هو مو بس تحصيل علمي، وإنما نقدر أسميه تحصين أيضا علمي. يعني الإنسان من تكون مداركه العلمية أو مداركه الثقافية واسعة، بالتأكيد يعني راح يعرف الصح من الغلط. إضافة لذلك أنا أهمي أنا دائما أقول إنه الإنسان صاحب التحصيل العلمي، يعني بين قوسين تعز عليه نفسه، يعني بعض التصرفات التصرفات اللا أخلاقية أو التصرفات بين قوسين الدونية ما تطلع من إنسان عنده تحصيل علمي، لأنه تحصيل العلمي راح يخليه يرتقي عن بعض الأمور ويبتعد عنها، وبالتالي أي إنسان على درجة عالية من الثقافة والوعي يكون مؤتمن على نفسه ومؤتمن على الآخرين أكثر من الإنسان الجاهل. وطبعا هي هاي القاعدة مو قاعدة عامة، ولكن الأعم الأغلب أنه الزوجة اللي عندها تحصيل علمي تربية تعكس أخلاقياتها وتعكس العلم اللي اكتسبته وتعكس الثقافة اللي اكتسبتها على أبنائها. يعني حتى الشعر يقول الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي، إذا أعددتها يعني إذا أعديتها إعداد صحيح فأنت أعديت شعب كامل. فهذا تأثير الأم وتأثير ثقافة الأم على النشء الجديد وعلى أطفالها. الطفل أو حتى المراهق بمراحل عمره محتاج من يوجهه، محتاج من يقول له هذا غلط هذا صح، يعلمه ينبهه، لكن اللي صار ماكو هالشكل، يعني كأنما الأم والأب مغيبين من حياتهم، اللي يريده يسوي هي، ما يعلمونه شنو الصح وشنو الغلط، فتكبر عنده هاي النزعات إلى أن يكبر تأثر عليه سلبيا. يعني أنت داخل عائلتك ممكن يراعونك، ممكن يلبوا لك طلباتك، لكن لما تطلع للمجتمع راح تصطدم بناس ما يتقبلون هذا الشيء مثل ما أنت تريد منهم، هم يريدون من عندك،
فأكيد راح تأثر سلبياً على حياته وياهم، وراح يفشل بحياته سواء على مستوى الحياة الزوجية أو على مستوى العمل أو على مستوى العلاقات الاجتماعية. قعدت بالبيت، من قعدت بالبيت بعد اهتميت بنفسي أكثر، ويالي يشوفني يقول محلوة وسمنانة ومهتمة بشعري، مهتمة بلبسي، بطلعاتي وي أمي. يعني كنت أفكر بالزواج من هيك عمر، بس أمي ما تقبل. أمي يعني تقول لا بعدش صغيرة، كبري تجيش قسمة أحسن. أختي لا، عكسي، تفكر دائما بالمدرسة. قلت لك شو أخواني وأبويا ملتهي بالشغل وهاي حياتنا، ما عندنا شيء. هي هاي المشكلة، يعني خلوها اللي تريده تسوي، ما عرفوا أنه هي بعمر ما تعرف شو تريد، يعني هي بحاجة إلى التوجيه بهذا العمر. يعني مو كل اللي أريده أنا لازم حققوا لي، أكو أمور لازم ما يطيعونها بي. مثلا الدراسة شيء مهم، خصوصا مرحلة يعني بعدها مثل ما يقول الثاني متوسط، هاي مو هاي المرحلة توصل لها بحيث تتعلم وممكن تكون أم وممكن تربي وممكن تعلم. حتى من قعدت بالبيت على الموبايل وطلعات وكذا، يعني ما بنت شخص شخصيتها، ما ثقفت نفسها. الأهل أيضا يعني دورهم أبدا ما مو ذاك، يعني اللي تريده هي تسوي، ما حد علمها، ما حد وجهها، ما حد حاسبها. حد ما انه انا قلت لهم اريد تليفون، يعني هم عندهم تليفونات بس انا ما كان عندي تليفون. فكبرت يعني تقريبا 17 سنه صار عمري، فقلت لامي اريد تليفون، عادي جابت لي تليفون. انا اعرف يعني كان امي عندها بس مو خاص الي، يعني اعرف للتليفون، اعرف للبرامج اللي تنزل عليها، للفيس مات امي، للانستغرام مات امي، فاعرف لهم بس هي مو مات، يعني ما اقدر اتصرف به. النصيحة ما توجه للطفل أو توجه للمراهق، لأن هو يعني ما عنده ذاك الوعي العالي اللي يعرف تصرفاته واللي يعرف الصح من الغلط. ولكن هي النصيحة توجه إلى الأم والأب. يعني إحنا يمكن قبل الجو حكينا بهذا الموضوع، أنه الحساب اللي ينفتح به هذا الموبايل، هسا إحنا أي موبايل أول ما نشتري لازم تفتح به، إذا كان iOS وإذا كان أندرويد لازم عندك حساب معين اللي هو احنا يمكن نسميه جيميل او غيره بالنسبه للاندرويد. هذا الحساب هو حساب تابع مثلا للام، فراح يفتح بهذا الحساب تليفونيا في ان واحد، وتنشط فقره اسمها الرقابه الابويه. هاي طبعا نصيحه لكل الاباء والامهات، هاي الرقابه الابويه اي شغله او اي استعمال يستعمله الطفل راح يبين مباشره عند الام او عند الاب، وبالتالي راح تصير الرقابة ريموت كنترول، يعني من بعيد الأم أو الأب يراقب التليفون والطفل هذا شلون يستعمله، لحد ما يبلغ الطفل فد مرحلة معينة ويكبر ويصير واعي ومسؤول عن نفسه. ذاك الوقت أنت يعني بينك وبين نفسك الأم والأب أنت شوية تأمن أنه هذا عنده وعي ويعرف شلون يستخدمه. المشكلة أنه الأهل يساهمون بانحراف الأبناء. هذا الموبايل هذا جواز مرور للمجهول، يعني أنت تنطيب إيد أولادك كأنه سلاح يقتلهم، يقتل العائلة إذا ما توجهها بالشكل الصحيح. يعني هي بهيك عمر تنطيها موبايل، المفروض تتابعها، تشوف شنو البرامج اللي تدخل عليها ويا من تحكي، الساعات اللي تستخدم بها الموبايل. مو أنطيها موبايل يعني أنت ما ربيتيها بشكل صحيح، تخليها تعتمد على نفسها وتكون واثقة من نفسها وما تتصرف غلط، ولا على وجه أنت تابعتيها وحاسبتيها وراقبتيها، عفتيها كأنما تخليتي عن مسؤوليتها، فهذا غلط. يعني اللي يصير تدخل بجروبات ما تعرفين شو نفسية الناس اللي داخلة وياهم، ناس تظهر لك بشكل مو شكلهم الحقيقي، بحجة الصداقة وبحجة الدردشة، بحجة أنه واحد يحاول قدر الإمكان يجعل وقته يستثمره بشكل مفيد، لكن اللي قاعد يصير مو صحيح. أنه تتعرف على شخص عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وما تحاول تستقصي عن ماضية، عن علاقاته، عن عائلته، عن أخلاقيته، كل هاي الأمور ما فكرت بها، يعني لأن هي من البداية كان تفكيرها سطحي، تريد شخص متوفرة به مواصفات معينة تعيش حياة مرفهة، وهذا اللي كانت تريده. أكبر غلط هذا، لأنه ما حد يظهر بوجه الحقيقي. الناس تحاول تعكس الصور الحلوة قدام الناس، أنه
أني إنسان سوي، أني إنسان محب، أني ما عندي عقد، ما عندي مشاكل، وضعي مستريح، علاقتي طيبة ويا الناس. فأكو ناس تنغر بهذه المسألة، أنت بس تشوف اللي نشره هو، أنت ما تعرفه معرفة حقيقية، ما ملتقي بشخصه حتى تعرف هذا الكلام اللي ينكتب أو ينشر على صفحته هو حقيقي ولا مجرد مثل ما يقول. أكو أحيانا واحد بداخله عقد وإحساس بالنقص وإحساس بالخوف وبالرعب وعدم الثقة بالنفس، فكلها هاي يحاول يبينها بصفحته، بصفحاته سواء على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، إنه هو إنسان محب، إنسان متوازن، إنسان كذا، إنسان كذا. فأكو بعمر معين ما عندهم ذيك التجربة والخبرة، ينساقون وراء هاي الشخصيات، يعتبرونه فد مثل ما يقول فارس أحلامها، فتحاول توصل له بأي طريقة. فمن جاب التليفون سويت الحسابات خاصة إلي، ضليت أتعرف على أشخاص وبنات وولد وسوي جروبات، وطبعاً هاي الجروبات يعني صار علاقة قوية بيناتنا، لأنه نعرف أسرار بعض، نعرف إنه أكو بنفس الجروب أكو بثلاثين ارتبطوا، فهاي مشاكلهم يجون يحكون ويانا. طبعاً الجروبات ما تبقى بس على فيس أو إنستغرام، الجروبات يعني شلون ينتقل للواتساب أو للتليجرام، يعني يصير عندنا هيك شيء، فيصير أكو اتصال وأكو كلام. فأنا أكثر من شخص خلال هاي الفترة أنا ارتبطت بيهم وتعرفت عليهم، حبيت أنا شنو كان من أحب شخص إنه يكون هدفي بإنه زواج من محافظتي هي نفسها. شفت ماكو نصيب من محافظتي، قلت خلي أفكر واحد بعيد من غير محافظة، أكو شخص من بغداد، هذا يعني ينشر كل يعني طلعاته وسفراته ومهتم بلبسه ومهتم بالأناقة ومهتم بسيارة وما أدري شنو، يعني قلت هذا حالته زينة. فأنا الصراحة أنا رسمت عليه بالبداية، وأنا اللي كنت أبادر أحكي وياه لحد ما إنه ضميت الجروب مالتنا وتعرفوا عليه الولد وتعرفوا عليه البنات. فواحدة من صديقاتي هي ببغداد، فقلت لها شنو رأيك بي؟ قالت ايش اكو بيها ومبين عليها من خلال صفحته، مبين عليها يعني فد شيء. طبعا هاي انا كنت كلش يعني احكي لها كل شيء يصير وياي وتعرفني، فتقربت إليها، صارت بيناتنا علاقة، وصارت يعني المواضيع جدية شوية، أنا أحكي بالزواج، هو شوية يتهرب من الموضوع أو يقول بعد وقت أو يقول خلي أتعرف أكثر. هي هاي الخطأ بالتعارف والزواج عن طريق وسائل التواصل، أنت شخص قريب منك وتعرفه وتعرف أخلاقياته، وبعدين تظهر لك أمور ما متوقعة عنه، كيف إذا أنت أصلا ما تعرفه ومن محافظة أخرى، ولا تعرف عائلته ولا تعرف نسبه ولا تعرف شلون عايش أو شنو تعاملاته ويا الناس وترتبط بي؟ يعني صعب جدا أنه يعني هي المسألة طبيعية راح يكون الوضع الفشل بالحياة الزوجية راح يكون هو النهاية الطلاق، فهذا الأهل أيضا هنا دورهم ما موجود، ما سألوا على الولد، بيتهم كانت صغيرة وما كان عندها ذاك الوعي أو الثقافة أو الفهم للحياة الزوجية، يعني كأنما أي شيء تريده حتى تحديد مصيرها بهيك عمر ساعدوها على أن تتخذ هذا القرار وتتزوج شخص تعرفت عليه عن طريق وسائل التواصل. فالأهل يتحملون جزء كبير من مما وصلت لهذه البنت. إحنا بهذا الموضوع نرجع للمربع الأول أو للنقطة الأولى اللي هي الرقابة الأبوية، يعني هاي الطفلة لو كان أكو عليها رقابة على استعمالها للهاتف وعلى كل الأمور اللي دا تمارسها بالتليفون، يعني كان نوضع حد لهاي التصرفات. ولكن غياب الرقابة أدى لهذا الحدث أو لهاي البنية اللي هي ما مدركة للشيء اللي دا تسوي، أدى بها أنه توصل لهاي النتيجة. والطرف الآخر أنا حسب ما سمعت أيضا بالمقطع الصوتي أنه طلب من يمها صور لا أخلاقية، وبعدين من وصل للي يريده أو من ارتبط بيها، طبعا من ارتبط بيها ما كانت غايته الزواج الطبيعي اللي احنا نعرفه، يعني التعارف على وسائل التواصل الاجتماعي هو ما نعتبره فشيء سيء 100%، بسلبيات وبإيجابيات، بس احنا اليوم بدنا نتحدث عن الجانب السلبي، تركنا الجانب الإيجابي.
الجانب السلبي شنو؟ انه هو حتى من تزوجها ظل محتفظ بهاي الصور بهاي المقاطع حتى يبتزها بعدين، حتى يدفعها انه تنفذ اللي هو يريده، والا يفضحها. فاضطرت البنيه ترضخ له، وبعدين انتفضت وراحت المركز الشرطه وسوت هاي الشكوى اللي سوتها، ومشكورين وزاره الداخليه تعاملوا ويا الموضوع بحنكه عاليه طبعا. بس شنو التواصل بيناتنا كان بالبدايه قليل، بعدين زاد، بعدين يعني حسيت انه احنا يعني شبه متزوجين الصراحه، تصير علاقه بالتليفون، تصير ادز له صور، يدز لي صور، هيك شيء، لحد ما بيوم من الايام اختي شافتني. من شافتني هي هددتني، هي يعني انه راح تقول لامي، فقالت احسن شيء تسويه بانه هو خليه يجي يتقدم، لانه انت جاي تسوين شيء حرام ولا متى تبقين هيك. قلت له ما قبل طبعا، قال احنا هذا عادي وانت شنو يعني شنو اول مره وهذه. قلت له لا مو اختي عرفت وخاف توصلها لامي وهذه. فانا قنعت اختي، قلت لها بس فتره يكون نفسه، قالت تو تقولين حالته زينه، قلت لها لا بس يكون نفسه للزواج يعني ويفتح الموضوع ويا اهله. فقلت لها شهرين ويجي. انا خلال هاي الشهرين طبعا هو كل هذا كذب من يمي اني هذا الحكي. خلال هذه الشهرين ألح عليه وأحكي وياه، ألح عليه لحد ما الله هدا على هذا الموضوع. فجأة قال أنا راح أجي أتقدم وأقول لأهلك. قلت لأختي، وإحنا رحمناها بيناتنا إنه هو عن طريق وحدة صديقتنا من بغداد وهاي يعني قرايبها يعني. المهم أنا قلت أمه ما ناقشت، أنت مقتنعة؟ قلت لها إيه مقتنعة. قالت يلا أوكي. من أجوي ما جاء أحد يعني، بس أمه واخوان عنده اثنين، قال دول اخواني وهو، ويعني صار كلام بيناتنا. امي قبلت طبعا، ابوي قبل، قال هاي خلاص مبين خوش عائله وخوش ناس، بدون لا يروح سال عليهم ولا رحت عنا البغداد، قال هاي الثقه وانتم جيتوا وتعنيتوا من هالحكي. مواقع التواصل الاجتماعي من اسمها تواصل، يعني خلي يصير تواصل بين اطراف واعين، ممكن تنشأ علاقة لطيفة بيناتهم ويلتقون وبعدين يتزوجون. يعني الموضوع مو أقول لك يعني مو سلبي 100%، ولكن إذا تم الاستعمال بطريقة سلبية، يعني مثلا إحنا نقول أول القصيدة كفر، أول ما تعرف عليها صار بيناتهم أمور لا أخلاقية، صور لا أخلاقية، يعني مستحيل هذا الموضوع ينتهي بزواج صحي، مستحيل بعد هاي الممارسات. ولكن إذا صارت العلاقة علاقة لطيفة ممكن ينجمعون يعني أو يلتقون، والولدين عجب بالبنية وبأخلاقها وهي كذلك عادي يعني. بس للأسف إحنا التردي الثقافي والتردي الفكري اللي صار عندنا أنه أول ما يتعرف على البنية أول فقرة يفكر بها هو استغلالها استغلال لا أخلاقي، أنه إحنا نقول يعشمها أو يطمحها بالزواج ويطلب منها هاي الأمور. أوكي، والبنية بحكم قلة خبرتها وقلة عقلها تسلم نفسها بسهولة، وهو هذا الموضوع راح يستغله، وبدال ما يمارس الامور الاخلاقيه بالتليفون لا راح يمارسها على ارض الواقع زين، ويخليها تحت التهديد 24 ساعه، كل ما تريد انه تنتفض وتقول له لا هذا الشيء انا ما اريد اسويه راح يهددها بصورها ويهددها بالفضح. اكل بعض ينتفض ويتوجه المركز الشرطه ويشتكي انه يتعرض للابتزاز، وطبعا مراكز الشرطة وزارة الداخلية تتعامل بحرفية عالية وتتعامل بسرية عالية مع هيج مواضيع. وهاي دعوة للي يتعرض للابتزاز انه لا يخاف من الموضوع الفضح، لانه الداخلية تعاملون بسرية عالية بهيج مواضيع ويحلونها بلمح البصر طبعا. فعقدنا بعدين، قال جمعوا امامكم، قل لهم خلينا نسوي خطوبة وهيج شيء ومشية، حتى يعني هاي هي تقاليدنا. فصارت المشية وهيك شيء، وصارت انه عقدت انا محكمة بالمحافظة مالتي وهو اجى همين. المهم كملت هاي الاشياء، قال انا خلال فترة يعني كم شهر نتزوج. فظلت اجهز وهيك شيء وجبت الذهب مات وكنت كلش فرحانة. حسيت بهاي الفترة هو اللي كنا يعني احنا جاي نجهز، هو شوي ابتعد يعني، شلون كان مشغول دائما شغل وما ادري شنو، اني ما احكي وياه عادي.
فصار الزواج. طبعا زوجتي ببغداد، من جيت بغداد يعني عالم ثاني يختلف عن ما جاي ابد، وشفت الفرق وحبيت بغداد وحبيت هو بالبدايه شلون ونسني، وهاي كان طبيعي هو، بس يعني شلون طلعاته هو يجي تعبان، يجي شلون الواحد الدايخ ويريد ينام. لحد ما فاجئني موضوع من يوم من الايام، قال لي اني اريدك تساعديني بشغله، اريدك يعني هاي امانه توديها يعني الشخص. قلت له ايه اساعدك شكو بيها؟ فكان واقف لي على صفحه بالسياره، وانا نزلت كل سياره ثانيه انطيت الامانه وطوني همتين يعني علاقه ورجعت بها عادي. مره ثانيه سويتها، مره ثالثه، مره رابعه، كل مره شو اسمه يأمرني بهذا الشيء أسويه. فالحد ما عرفت أنه هو يبيع مخدرات. المشكلة أنه هذه المخدرات بدأت تدخل بمجتمعنا بشكل متعمد، يعني هناك جهات تحاول تنال من تماسك العائلة العراقية عن طريق أمور كثيرة، عن طريق زيادة حالات الطلاق، عن طريق تمرد الأولاد على آبائهم أو أمهاتهم، عن طريق المخدرات، يعني حتى في المدارس الابتدائية الآن منتشرة في بعض المدن والمحافظات. فالمسألة الأهم أنه هذول يحولوهم إلى تجار، من متعاطي إلى تاجر، لأنه بحالة ما يكون متعاطي يريد جرعات، وإضافة إلى يغرونه بالوضع المادي وبالفلوس، فيضطر يتعامل وياهم لأن يخاف على حياته. وبالمقابل هو أيضا يسحب رجل ناس، يعني استغل، ما فكر انه هاي المساله خطره، انا تورطت لاسباب معينه هذه ما لها علاقه، لا ايضا ورطها، وهي من قد ما انه ما عندها ذاك الوعي وذيك ما متربيه بشكل انه تكون واثقه من نفسها، تفكر بشكل صحيح، تحاول تدافع عن نفسها، انساقت من الخوف. حتى بهالحاله يعني امها وابوها ومثل ما يقول الناس اللي ممكن تعتمد عليهم ايضا مغيبين من هاي من حياته، ولا لجأت لهم. يعني انت خفتي، يعني هذا الطريق خطر، خفتي وشفتي هو اللي هو زوجك قاعد يعاملك بهالطريقه ويريد منك ان تكونين جزء من هذه العمليه الصعبه والخطره. فكان من البدايه تلجأ، ليش لجأت للشرطه؟ ليش ما تلجأ الامها وابوها او الاختها؟ زين، ممكن كانوا يحلون المشكله، ممكن كانوا يامنوا لها فد وضعيه معينه. قانون المخدرات والمؤثرات العقليه لسنه 2017 هو القانون يتناول ثلاث مواد عقابيه، اللي هي الماده 27 والماده 28 والماده 32. انطيك اياها بشكل مختصر. طبعا الماده 27 تكلمت عن التجاره الدوليه اللي هي الجلب من الخارج، وهي حكمها اعدام. المادة 28 حكت عن التجارة الداخلية والترويج الداخلي والإحراز بقصد الترويج. بالفقرة الخامسة ذكرت أنه من أغوى حدثا أو أغوى أحد أقاربه أو أغوى زوجته بتعاطي المخدرات، بتناول المخدرات، اللي هي هاي الحالة، اللي هي الحالة اللي حضرتك يعني أرسلتيها إلي بالمقطع الصوتي، هو أغواها بالتعاطي وأغواها بإيصال المادة المخدرة. فبهاي المادة القانونية، المادة 28، رصدت هاي الحالة رصد صحيح، وخلت العقوبة من سجن مؤبد إلى سجن مؤقت، وغرامة من 10 ملايين إلى 30 مليون، يعني اللي حددت هاي المادة. أما مسألة التعاطي فتعاملت وياها المادة 32، اللي هي أيضا الحكم مالتها من سنة إلى 3 سنوات، وبها أيضا غرامة مالية. فكان مستخدمني اني انه لانه ما يشكون بي وبني وهيجي شنو، وشون يعني من استلم الشيء مثل التوصيل. فاني عرفت من خلال اللي هو ما قال لي، بس عرفت انه جاي يسولف ويا واحد بالتليفون، وعرفت طبعا اني انهارت، واني حكيت وياه وتعاركت وياه، قلت له اني بعد هذا الشغله ما اسويها، وانت جاي تسوي شيء حرام وهذا مال حرام. قال لي أنا هاي هي شغلتي، أنت لا سألت على شغلتي ولا شيء، أنا صح حالتي يعني زينة، بس أنا هو هذا السبب، وأنا مو مدمن، أنا مرات آخذ مخدرات بس أنا مو مدمن، أنا زين، أنا واعي، وهذا الشيء بقناعتي. بنت الحلال عاجبك عاجبك، ما عاجبك ضرب راسك بالحائط. قلت له أنا ما أكمل وياك، لأن هذا الموضوع ما أقدر بيه أكمل، وهذا فلوس حرام. قال لي طلاق، أنا ما أطلق،
واهلك ما تروحي لهم، واخذ التلفون من يمي وجبرني بانه اكمل نفس المشوار، انه اني اصير المندوب مالته، انه اوصل الاشياء. بس انا خفت يعني، قلت يوم من الايام راح يلزموني، راح انا اللي انسجن، وبالقليل ما اعرف كم سنه راح اخذ. فظليت ارفض، ما يضربني يأذيني، اروح الامه، هي بس امه وعده اخوان، يابا تشوفي يضربني هاي، بس ما اقدر اقول لهم السبب. هم ما تتدخلوا، هم لهم الصف بانهم عايشين حياتهم، وهو ينطي مصرف، وهم مهماتين حالتهم توب، ما يهتمون هذا الشيء، ما مهتمين الي. الحل يقول لي الحل مشاكلك انت ويا، انا ما اتدخل، انتوا اخذتوا بعض عن حب، وانتوا ردتوا بعض بعد شو تريدين. فهذا هو كلامها. فالحد ما انه انا ظليت ارفض، و يعني وصلت مرحلة وياه انه خلص بعد هايتي، لو تقتلني لو تخليني على رحت انه انا ما اقبل. فهددني، هددني بصديقه، يقول لي انا اوديك البيت صديقي وهم يفعلون بك اللي يردوه، هيك هددني. وانت تتذكرين احنا طبعا احنا من تزوجنا ماكو بيناتنا تواصل او صور، والصور القديمه كنت تنسى، قال انشرها وراح اقول انه انت خنتيني، وراح كلها هاي اصور، وهددني بهيك شيء. فأنا سكتت وبقيت نفس الشيء، إنه أصير اللي أنا يعني مندوبة التوصيل. لحد ما بيوم من الأيام أنا طلعت من بيتهم، كان على أساس إنه إحنا يعني ظهرية، إنه نروح هماتين نودي له، هي البضاعة يسميها، إنه نوديها. فأنا رحت لمركز الشرطة ورحت وقلت لهم كل شيء، بس قلت لهم أنا بأمانتكم، وأنا ما أريد لا أروح لأم لعيالي ولا أروح لأهلي. فبقيت بالمركز، وهم قالوا احنا راح نروح يعني شلون يلزموهم، ما لزموهم طبعا، لان هو شك بي. انا من طلعت وانا ماكو تليفون، وخابر على ذولاك لان انا اعرف المكان والموعد، وهذا لا اخاف رايح قبلي اخاف. المهم هم شردوا ما لقوهم. فانا شو سويت؟ قلت ما اقدر ارجع لاهلي ولا ارجع لعيالي، لانه اذا اروح لاهلي يجوز يجيني هم بعد ملازمينه وخاف يعني يأذيني، وعيالي همين نفس الشيء، لان هم اصلا ما لهم علاقه بي. فقررت اذا يعني قلت لك من البدايه عندي بنيه من بغداد انا اعرفها صديقه، انا اعرف عنوانها. فرحت لها، رحت لها وبقيت يمها يعني كم يوم، قلت لها اريد اشتغل، اريد هاي الفتره لحد ما يعني ابقى انا ومركز الشرطه، اروح واجي اشوف لحد ما يلزمونه، لان ما اقدر اتحرك ولا ارجع لاحد اذا ما يلزمون. بقيت يم هاي البنيه، بس الصراحه من عشت وياها حسيتها هي مو طبيعيه، يعني حسيتها انه هو عادي واحد عندها علاقات وهيك شيء، وحده مطلقه وعندها اطفال قاعده وحدها، يعني شو تريدين؟ اكيد عندها علاقات، بس انا ما كنت ظانه انه انا هم تدخلني بهذا الموضوع. فقلت لها اريد اشتغل. المهم اشتغلت فتره لحد ما جبت لي تليفون، يعني تقريبا بقيت شهر يمها. خلال هذا الشهر هي شلون اللي مساستني، لحد ما قالت لي انه انت ليش ما يعني تطلعين ويا ولد وهذا ويصرفون عليك، وانا هذه شغلتي. والله هي ما بالمفهوم الاخلاقي والمفهوم المجتمعي هاي ما تسمى عوائل، يعني هاي تسمى عصابات يهيئون فد مكان معين، وتلتزم هذا المكان فد شخصيه معينه. والبنات اللي هاربات من اهلهن، سواء من محافظات او يعني من اماكن يعني نائيه، تغويها انه انت راح تجين تعيشين بالعاصمه اللي هي بغداد، وراح تعيشين بمكان حلو، مكان نظيف، وانت راح تمارسين الاشياء اللي تتحلمين بيها، اللي هي انه تطلعين وتطبين وتتسوقين وتشترين ومن هالامور، وتمارسين هاي العلاقات مع الشباب. طبعا هي من تغويها تصور لها هاي العلاقات ومع ذول الشباب، تصور لها انه هي هاي الحياه اللي المفروض تعيشها. فبقت هنا هاي الطفلة أنا أسميها، اللي هي يعني ما عندها ذاك الإدراك العالي، تتصور أنه هي هاي الحياة اللي المفروض تعيشها وحياة حلوة من هالأمور، لحد ما توصل مرحلة أنه تشوف نفسها أصبحت سلعة، وسلعة رخيصة يتداولها الشباب المنحرف ويتداولها الناس المنحرفين. ذاك الوقت بعض الحالات ما تتحمل، يعني تحس نفسها أصبحت يعني أصبحت كائن، يعني عذرا كائن قذر، فأكو بيهن ينتحرن.
واكو بيهن لا تلجا الوزارة الداخليه تقول لهم انا تعرضت للاستغلال وانا الجا لكم واني اريد تخلصوني من هذا الشيء. واكو فت حاله همي انا اريد اذكرها انه صارت بمنطقه بغداد اللي هي بين قوسين البتاوين، صار لها وزارة الداخلية فترة طويلة محاوطة هاي المنطقة ونظفتها تماما من العصابات اللي بيها والعناصر السيئة اللي بيها، ويعني بالأيام الجاية راح تصير هاي المنطقة منطقة أثرية، يعني يردون يسوونها حالها حال شارع المتنبي. شلون وزارة الداخلية وصلت وفككت هاي الخيوط؟ أكيد من خلال إخبارات وصلتهم مثل ما ذكرتش قبل شوية، إخبارات من عناصر أمنية، إخبارات من ناس تعرضوا للاستغلال، اخبارات من ناس دخلوا لهاي المنطقه وشافوا اللي بيها. اكو عناصر مزروعه من قبل وزاره الداخليه داخل هاي المناطق. يعني بصراحه وزاره الداخليه الجهد اللي جاي تبذله بهذا الموضوع جهد، يعني جهد عالي جدا خصوصا بهاي الفتره. واكو مناطق اخرى طبعا تباعا دا يتم تنظيفها من هاي العناصر بالايام القادمه. طبعا قلت له ايه اوكي، قلت لها اوكي اطلع، بس انا ثاني يوم طلعت من بيتها رحت المركز الشرطي. انا مو قلت لك هذا الشهر يعني كنت ما اروح للمركز، قالوا لازمهم الحمد لله لزموه. انا هنا قررت انه اطلق، قالوا لي يعني انت روح لاهلك هسه، روح لاهلك وخلي اهلك يحلوا الموضوع، شو تريدين تسوين؟ طلاق يعني هم نصحوني الشرطه، والشرطه اكو كان بنات وشرطيات وهيك شيء، يعني هي سموها الشرطه المجتمعيه وكلش ساعدوني. طبعا هي من كون انه ماكو احد قريب عليها تثق به وتلجا له، يعني فكرت اخيرا بشكل صحيح ولجات الى الشرطه المجتمعيه. فالشرطه المجتمعيه هي دورها كمؤسسه حكوميه هذا واجبها انه تحاول قدر الامكان تستمع الى استغاثه المواطنين، تحاول تحميهم، تحاول توفر لهم الاجواء الصحيحه خصوصا بظل هاي الظروف اللي احنا عايشينها. يعني تحديات مجتمعنا كبيره جدا، فمفروض الدولة أيضا تأخذ دورها الدور الأكبر. ووجود الشرطة المجتمعية وخصوصا العنصر النسوي أيضا يساعد في حل الكثير من المشاكل خصوصا في مثل وضعها. إضافة إلى أنه هذه البنت لما أي شخص تلجأ له كانت تلجأ إلى ناس مو كفؤين، الناس الخطأ، يعني لجأت إلى صديقتها اللي هي مطلقة وعتها أطفال. يعني ما يعيبها أنه هي مطلقة، يعني هذا وضع اجتماعي موجود بمجتمعنا، لكن أنه عايشة لوحدها من غير أهل، من غير شخص، من غير ما زوج مثلا، وعلاقاتها المشبوهة، يعني كان المفروض هي شوف تورط نفسها يومية بشغلة، زوجة شخص ما تعرفه طلع تاجر مخدرات وحاول يضغط عليها. هذه هاي شوف هاي الجروبات اللي على الفيس، هي هاي تعرفين اشكال ما تعرفين، يبينون لك وجه غير وجههم الحقيقي. بعدين من تتقربين لهم وتتعايشين وياهم راح يبين وجههم الحقيقي وتبين علاقاتهم. فهي يمكن لانه ما كان عندها ذيك النيه انه تكون مثل ما تمشي بهذا الطريق، فانصدمت ولجأت الى الشرطه في سبيل انه تحاول تخلص نفسها، لان مثل ما يقول ما استعانت بناس تثق بهم مثل أهلها أو ناس ممكن يكونون عندهم القدرة على أنه يساعدونها. فالحمد لله والشكر مثل ما يقول تلاحقت نفسها بالمرحلة الأخيرة وقدرت تخلص من هاي الشبكة اللي بيها كل هال مثل ما يقولون المشاكل الخطيرة اللي تأثر بشكل سلبي على كل مجتمعنا سواء كانوا شباب أو مراهقين أو نساء. فرحت لأهلي قلت لهم هذا كل اللي صار وياي، طبعا انهاروا وتفاجئوا باللي صار، وقال الحمد لله انه انت حافظتي على نفسك وما صار شيء لا من يمه هو ولا من هاي البنيه. المهم قال ابويا لازم هي وبعدين حكم احنا منا علاقه بيه، بس انت شنو؟ قلت له انا كل شيء ما اخذه لا ذهب لا اغراض لا شيء. فرحنا المحامي قدرت اخذهن، سوالنا يعني شلون الورقه نكتب بيها كل اشيائنا. فرحت لبيتهم واخذت اغراضي واخذت الذهب مالتي، بس هو قالوا انه تقدرين انت تاخذين المؤخر مالته لان هو عنده املاك. انا قلت لهم لا، انا اخذت مهاري واثاثي بس ما اخذت من يمه شيء لان هو هذا ماله حرام، وهو صح مؤخر مالتي بس راح يعطيني اياه من هذا المال الحرام، فقلت ما اريد اي شيء من يمه. وصار الطلاق.
طبعا انطلق قال لي هواي اول شيء هواي عنفج وهو تاجر مخدرات وهو انسجن هواي اسباب انه انت الحكم الك يعني بدون اي تردد. هو المشكله هي صحيح يعني هي استحقاقها المؤخر بغض النظر بعدين هي الاثاث تقول اخذتها فشنو يضمن انه الاثاث ايضا مو من مال حرام لان هو شغلته هاي ما عنده شغله ثانيه انه عن طريق المخدرات. فيمكن هي لانه اساس علاقتهم خطا مساله طبيعيه تنتهي بالطلاق تنتهي انه كل واحد يختار الطريق او هو ما اختار الطريق هو اخذ جزاء العادل لكن هي اختارت طريق اخر اعتمدت على نفسها وبدت تشتغل. فهي يعني تتحمل الجزء الكبير من هذا الاختيار اضافه الى انه اهلها كان ما ممكن يعني البنت مو حق التجارب انه لان هي رادت لو موبايل من جبتوا له هي ما من اختارت ما تكمل دراسه هاي مو بهاي الخطوره لكن انه تخلونها تتزوج من غير ما تعرفون هذا الشخص من غير ما تعرفون اهله عشيرته اخلاقه سمعته مصدر رزقه وبعدين هي راح تدفع الثمن يعني هسه الاهل ما هي عافتهم وعاشت ويا اخوها هي اللي دفعت الثمن يعني هسه حملت لقب مطلقه يعني حتى فرصها بالزواج راح تكون اقل مما غيرها من النساء. والله هي طلب التفريق من قبل الزوجه هو التفريق للضرر، شنو الضرر اللي لحق بها؟ انه هذا الزوج هو اغواها على ايصال المخدرات او اغواها على تناول المخدرات. وايضا كان يعتدي عليها وكان يهددها بانه يجيب اصدقائه او شيء حتى يعتدون عليها، فهذا سبب كلش كافي انه القاضي من اول جلسه او ثاني جلسه يفرقها حمايه لها طبعا. هاي مساله، المساله الاخرى انه حقوقها مضمونه. سواء النفقة سواء المهر المؤجل سواء الأثاث كل الأمور. أما تصرفها الشخصي إنه قالت والله أنا هاي الأموال ما أريدها لأن هاي الأموال متأتية من تجارة المخدرات، فطبعا هذا التصرف وأنا أعتبره بالنسبة لي تصرف أخلاقي لأنه وعت البنية إنه هذا الشخص ماله حرام وكل الكسب اللي كسبه حرام وبالتالي هي رادت تتخلص من هذا التاريخ اللي عاشته كله وتبدي حياة جديدة. المهم طلقت وقلت لأهلي أني ورجعت يم أهلي بس قلت لأهلي أني ما أريد أبقى بالبيت وهذه فأريدكم أنه ننتقل لبغداد ما قبله طبعا بس واحد من أخواني هو يعني عنده عائلة وثلاث أولاد بس شنو هو يشتغل عمالة فما عنده مصدر رزق وهيجي هو اقتنع الفكرة قلت له والله بغداد أكو فرص شغل وهذه ومال حلال نقدر نسوي لنا مشروع لأن إحنا إذا نبقى هناك المحافظات أكيد راح يزوجوني الواحد وهاني خلاص الزواج بعد خلاص ما أريده ولا أفكر بهذا الشيء أفكر بأنه شلون من مستقبلي ماديا. فأخوي اقتنع جاب عائلته قعدنا منطقة يعني حواسم هو يعني المصرف وهذه والإيجار شيء قليل واشتغلت عن المكان وهو هماتين اشتغل فالحمد لله قدرنا انه حتى بعدين انتقلنا المكان احسن صح إيجار اكثر بس مكان احسن. لا هي المسألة انه هي عانت من تجربة اختارت خطأ واهلها ساعدوها بهذا الاختيار الخطأ فاذا فكرت تتزوج في وقت قريب نفس الشيء راح تتكرر نفس المسألة. هي المفروض توصل مرحلة من النضج بعمر يعني تفهم المشكلة اللي هي مثل ما يقول طلعت من عندها سلامات الحمد لله تحاول تستوعبها تحاول تستفاد من هاي التجربة إضافة له اعتمادها على نفسها يعني هي فكرت بشكل صحيح يعني صديقتها كانت متجهة بطريق غير صحيح طريق غير أخلاقي حتى تعيش حياتها لكن هي لا يعني حاولت تبتعد عن هذا الطريق وتعتمد على نفسها تشتغل شغل شريف وهذه تنحسب لها يعني بدت تستوعب وبدت تحاول تتعافى من تجربتها وتحاول تستفاد من الخطأ اللي ارتكبتها بحق نفسها عندما اختارت هذا الشخص. فليش لا يعني خليها تبني حياتها خليها تعتمد على نفسها ذاك الوقت حتى من تختار مو تختار لأنه محتاجة مادياً أو لأنه خايفة من نظرة المجتمع لا راح تختار لأنه تحس هذا الشخص مناسب إلها هذا الشخص ممكن يكون أبو أولادها ممكن تعيش فيها حياة مستقرة. فهاي بدايتها رغم كل اللي شافته أخيرا عرفت تبتدي بداية صحيحة أكيد هي العائلة. شوفي هسه هاي اللي كانت صديقتها اللي مطلقة ما عندها عائلة
يعني لو عائلتها، لو ابوها، لو امها، لو اخوها، لو اي واحد منها، ما كان قبل تمشي بهذا الطريق، فهي لجهت الطريق الاخر، لذلك ابتعدت عن اهلها. لكن هنا الاخت، لانه هي رادت تعيش حياه طبيعيه، رادت تتزوج وتعيش حياه مستقره، انصدمت بشخص، مو معناها نهايه العالم، مو معناها تنجرف لطريق اخر، لا، لازم تحاول تخرج من هاي التجربه بشكل يعني تكون فاهمه خطاها وتعرف شنو طريقها وش راح تسوي. اكيد راح تحتاج عائلتها، اذا مو الام ولا الاب، الاخ او الاخت، وبما انه اخوها وعائلته موجودين وياها، فاكيد هي راح تكون مثل ما يقولون في حمى من يعني من افكار المجتمع، من نظرتهم السيئه، من اتهاماتهم لها، لان هي عايشه ويا اخوها، ما عايشه لوحدها حتى تكون مطمع للاخرين. فهي بدايه جيده انه تبدي حياه جديده، وممكن والحمد لله والشكر ما عندها اولاد، ولا كانوا ضحيه هذه العلاقه. فانا جاي اجمع حتى اسوي مشروعي الخاص، يعني افتح كوزمتك، لان انا احب هاي الاشياء، واخويا وياي ان شاء الله يعني نوصل بيوم من الايام افتح المحل مالتي. اما موضوع الزواج فاني ابدا ما افكر به، وكارهته، وما انصح اي بنيه تتزوج مثل طريقتي اللي هي عمياء وكل شيء ماكو، صح حبيت ووصلت علاقه للحرام، وهذا الشيء غلط. وانا دائما استغفر هسه واريد الله يسامحنا على اللي سويته، واصلا ما افكر بهذا الموضوع الا اذا ان شاء الله يعني يجوز يجيني شخص اعرفه صدق، مو شخص هيك اتواصل وهيك ويطلع لي بالاخير تاجر. هو مو المال سند، وانما هي لانه ما عندها مورد ثاني، يعني لا عندها زوج ممكن يعيلها، ولا اب، وحتى اخوها مثل ما قالت وضعه شويه ما عنده مصدر رزق ثابت، فلازم تعتمد على نفسها. هذا مو عيب، خلي تعتمد على نفسها، لكن مو بديل لانه تفكر، لان ماكو انسان يقدر يعيش وحده. هي بعدها شابه، ممكن تفكر بالزواج، تختار صح المره الجايه شخص ممكن تكون متفاهمه وياه، يحترمها، تثق به، تعرف اخلاقه، تعرف اهله، تعرف عائلته، ممكن تبني عائلة، تكون أم. فمثل ما يقولون ماكو واحد يطلع مثل ما يقولون النطفة شيطانية، لازم عنده عائلة، أبدا ما تتوقف الحياة. يعني هسه هي وغيرها دخلوا بتجارب قاسية، لكن قدروا يستعيدون نفسهم ويبدون من جديد. فهي بالعكس هسه بدت فرصتها كلش كبيرة بأنه تنجح وتفكر مستقبلا بالزواج والعائله والاولاد. يعني هذا مثل ما يقول سنه الحياه ودوره الحياه حتى تستمر البشريه. يعني المواطنين اللي موجودين بمحافظاتنا، طبعا كل محافظاتنا عزيزه ومقدره، وبالتالي احنا كنا يعني اغلب العشائر اللي موجوده داخل بغداد هي اصولها، اذا ترجعين بالزمن شوي يعني لي ورا 80 سنه، 70 سنه، 50 سنه، 30 سنه، ايش قد ما ترجعين، الموجودين كلهم اصولهم من غير محافظات. اللي خلاهم يجون البغداد هي فرص العمل، ولكن اكو فد عمليه احنا حتى يعني انا قبل حتى كنا نقراها بالمدرسه، انه الهجره العكسيه. الهجره الطبيعيه هي من الريف للمدينه، الهجره العكسيه من المدينه للريف. شو وقت تصير الهجره العكسيه من المدينه للريف؟ من هاي المحافظات يتم تاهيلها، يتم تطويرها، تصير بها فرص عمل. واحنا المحافظات اللي عندنا اغنى من بغداد بهواي، يعني عندك الناصريه، عندك البصرة، العمارة، ما شاء الله كل المحافظات لو تلقين بيها نفط، لو تلقين بيها غاز، لو تلقين بيها، يعني لازم بيها فت خيرات معينة. إضافة لكل هذا أنه كل هاي المحافظات هي مؤسسة على ضفاف أنهار، يعني من الممكن أنه تكون الثروة اللي بيها مو بالضرورة تكون ثروة معدنية أو ثروة نفطية، ممكن تكون ثروة طبيعية، ثروة زراعية. وبالتالي الخلل مو بالمواطن اللي نزح من محافظته وأجل بغداد بحثا عن لقمة العيش، الخلل بالحكومات المتعاقبة من 2003 لحد الآن اللي ما قدرت تطور. يعني أبسط شيء محافظة البصرة، يمكن ما أرد أقول لحد الآن، يمكن لحد فترة قريبة هم ما يحلوا ما عندهم، فهذول شنو ذنبهم؟ يعني لازم يبحث عن فرصة عمله بمكان آخر. يعني أكو بعض الأحاديث القدسية تقول أنه وطنك هو المكان اللي تلقى به لقمة العيش أو تحفظ به كرامتك. الإنسان بالمكان اللي هو موجود به حالياً إذا ما لقى لقمة العيش، إذا ما قدر يحفظ كرامته، أكيد راح ينتفض ويطلع من هذا المكان اللي هو بيه ويدور على رزقه بغير مكان. وبالتالي هذا النزوح اللي دا يصير البغداد هو نزوح طبيعي، لأن هم بمحافظاتهم مدى يلقون اللي يردونه، يعني كاتلهم الجوع بين قوسين. فالحل
ما يكون على عاتق او على يعني على على كاهل المواطن المسكين. يعني هو شنو هو شو يسوي يعني بالاخير؟ هو ما يقدر يسوي شيء. الحل تتحمل الحكومه انه هاي المحافظات تطورها، توجد بها فرص عمل، تنشط القطاع الخاص بهاي المحافظات. هسه احنا القطاع الحكومي خلص يعني فول يعني تماما بالموظفين وبالعاملين. نشط القطاع الخاص، هسه القطاع الخاص حتى يكون عون للقطاع العام اللي هي الشركات اللي تابعه للدوله، وبالتالي تصير العمليه تكامليه. فالمواطن يقول لك بدل اني ما متغرب، اني مثلا خلينا نفترض اعتبريني اني هسه بيتنا مثلا بالناصريه بنص اهلي وعمامي وعزوتي ومرتاح ومن هالامور، اذا لقيت فرصه عمل بنص اهلي ليش اتغرب واجي لبغداد؟ خوب هي بغداد مثلها مثل الناصريه، يعني شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم انه هاي المدينه لا مؤهله، لا احد ملتفت لها، لا احد مطورها، لا بها طرق، لا بها مي حلو، لا بها هاي الامور. هاي الامور اذا وجدت المواطن يعني ابن بيئته، ليش دا يطلع من بيئته؟ يبقى بيئته خوب ومستقر ومرتاح وحافظ كرامته وحافظ نفسه. ذاك الشخص ما عرفته الا عن طريق وسائل التواصل، وكانت في عمر صغير جدا وما حد نصحها من اهلها، ما لقت شخص يوجهها وينطيها الراي الصحيح. لكن هسه بعد هاي التجربة أكيد راح يعني علمتها هواي أشياء، صارت عندها خبرة أنه ما تمشي وراء المشاعر والعواطف، لازم تختار صح شخص يكون سند إلها، يكون محط ثقة واحترام، شخص تقدر تعتمد عليه وتبني حياتها ويكون أب لأولادها. فالفرصة قدامها كلش كبيرة.